السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. اليوم إن شاء الله سأقدم لكم خبز راقي جدا في شكله وفي مذاقه كذلك. كما ترون أحبتي يأتي هشا رطبا رائعا جدا وسريع التحضير بمكونات اقتصادية. أتمنى أن تتابعوا إلى النهاية لتكتشفوا مقاديره وطريقة تحضيره، ولا تنسوا أحبتي الاشتراك في القناة إن أعجبتكم الوصفة. بالنسبة للمقادير سنحتاج على بركة الله إلى 500 غرام أي ما يعادل نصف كيلو من السميد الرقيق الذي نحضر به البسبوسة أو الحرشة، نفس المقدار من الدقيق الأبيض 500 غرام أو نصف كيلو. سنحتاج هنا إلى كأس إلا ربع من الحليب، كأس غير ممتلئ كما ترون، ثم ربع كأس من الزيت النباتية، فقط ربع كأس كافية. ثم هنا لدي ملعقتان من السكر الخشن وملعقة واحدة كبيرة من خميرة الخبز، ولا ننسى ملعقة صغيرة من الملح أو الملح حسب الذوق، وأخيرا ماء دافئ للعجن. نأخذ على بركة الله. بعد أن يدلك العجين جيدا كما ترون معي، ندلكه جيدا ونتركه خفيفا يلتصق هكذا باليدين حتى نحصل على النتيجة المطلوبة. نغطيه الآن ونتركه يختمر إلى أن يتضاعف حجمه إن شاء الله. بعدما اختمرت العجين كما ترون تضاعف حجمها، سوف نبدأ الآن بتشكيلها. قطعها إلى قطع متساوية. بعد أن بسطتها كما ترون أغطيها وأتركها قليلا تختمر، وفي هذه الأثناء أشعل الفرن وأتركه يسخن جيدا. بعد أن تركتها مدة 10 دقائق تقريبا حتى اختمرت، نبدأ الآن بتزيينها قبل أن ندخلها إلى الفرن. إذا لدي هنا المح أو صفار بيضة مخلوط بملعقة صغيرة من الحليب، أدهن جيدا. ثم أبدأ بتزيينها بواسطة سكين بأشكال مختلفة. لاحظوا معي أحبتي، مثلا نبدأ بهذا الشكل الأول، تأتي رائعة جدا على شكل وردة. الشكل الثاني نحاول أن أشرطها بهذا الشكل. أزينها
بما توفر لدي سمسم او حبه سوداء او بذر الكتان، كلها تاتي رائعه جدا وتزيدها فوائد وجمالا في الشكل. ها هو احبتي شكلها قبل ادخالها الى الفرن. اذا الان ادخلها الى فرن ساخن من الجهتين على درجه حراره 180 درجه. وها هو شكله احبتي بعد اخراجه من الفرن، ياتي رائعا جدا في شكله. اقربكم اكثر. اتمنى ان تجربوه احبتي، ولا تنسوا الاشتراك بالقناة ليصلكم كل جديد ومفيد بحول الله، والسلام عليكم.